بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما نحن في الشابتر 6 Frequency Response and Bode Plot من مقرر التحكم الآلي، ويحدثكم دكتور منجي محمد زيدي. نواصل مع البود بلوت، ونذكر أننا كنا بصدد يعني شرح الماجنيتيود ان ديسيبل للفيرست اوردر سيستم. يعني عندي اتش او اف ماي سيستم اتس لايك ذس 1 اوفر 1 بلس جي اف على اف بي. الاف بي نسميه البريك فريكونسي او الكورنا فريكونسي. كنا قبل هذه الشرح تكلمنا على الماجنيتيود ان ديسيبل، هنا سنتكلم على الفيز اوف لوور اند هاير فريكونسيز، يعني في التردد العالي وفي التردد الضعيف. هذا my function h of f. طيب ال h of f يعني هي في شكل يعني complex number، يعني h of f يعني أو نذكر في complex number. إذا عندي يعني complex number z equal to z1 على z2، الزاوية للعدد المركب z هي z1، هي زاوية z1 minus زاوية z2، يعني argument of z1 minus argument of z2. وبالتالي أنا ماذا أريد؟ وأنا أريد يعني زاوية ال h of f، وبالتالي هي يعني زاوية ال1 minus زاوية الموجود في المقام. زاوية ال1 بطبيعة الحال هي صفر، وزاوية الموجود في المقام بطبيعة الحال يعني هي قلنا أن هي tan minus 1 ال imaginary part على ال real part. يعني h of f الأخير ستكون يعني minus arc tangent f على f b. وهنا سنناقش يعني الحالات، لما الفريكونسي اقل من f b، ولما الفريكونسي اكبر بكثير من f b، ولما الفريكونسي يساوي f b. بطبيعة الحال هنا if f اقل او اقل بكثير من الفريكونسي f b، يعني هذا f على f b يصبح قريب للصفر، وبالتالي minus arc tan صفر هو يساوي صفر، يعني يساوي صفر. إذا f أكبر بكثير من f b، الحالة الثانية يعني في التردد العالي، هنا عندي f على f b ستكون يعني f، لأن f b ستصبح يعني أقدر أتجاهلها مقارنة مع ال f، وبالتالي سيصبح عندي minus arc tan f، وال f يعني كبيرة، يعني minus arc tan infinity تساوي minus 90. أما إذا كان التردد يساوي البريك فريكونسي نفس التردد، فبالتالي يعني عندي ماينس أرك تان F على FB يعني ماينس أرك تان 1 تساوي ماينس 45. وهذا هو البلوت. يعني البلوت يتكون من ثلاث يعني مناطق. المنطقة الأولى horizontal line، هذا horizontal line في التردد الضعيف، وعندي horizontal line في التردد العالي، وسلوبينج لاين يعني موجود بين ال FB على 10 وال 90 درجة. يعني هذه عندي 90 درجة، وهذه يعني عندي ال FB على 10. وبعدها يعني هذا الأسمتوت، يعني هذه مع اللاين هذا، اللي هذا مع اللاين الأول هذا، نسميهما الأسمتوت أو اتجاهات، يعني اتجاهات الكيرفز. وبعدها يعني في كل فريكونسي بطبيعة الحال عندي ريل فاليو، عندي ريل فاليو، يعني I can draw or I can plot يعني point by point to get يعني the real curve. هذه النقطة inflection point، هذه نسميها inflection point، لأنه في هذه النقطة يعني يتغير انحراف الكيرف. يعني كانت الكيرف متجهة إلى تحت، وبعدها ستصبح الكيرف متجهة إلى أعلى، نسميه inflection point. هذا بالنسبة للأسمتوت behavior of phase of lower and higher frequencies. تكلمنا على اللو وعلى الهاي فريكونسي. Thank you very much.